عبد الله الرشيدي كيف في حاجة في سيتويشن ورا الموقف تبعي
صورة عمرك شفتها وأنا طالع من البيت في جدة، صورتها بالجوال وصلتها. اللي صورتها؟ اي نعم. أنا شايل في جدة. شايل في جدة. أنا خليت في جدة. هذه المكتبة عمرك؟ الكعبة؟ المكة نشوف التلفزيون صار. أول الحج والرمضان. ما يعني شو حرام هنا؟ اللهم رب العالمين. هذه بعمر سميتها همس الرياض. الخزاع مسحت. هذه بعمر كان لها اسم لكن غيرت سميتها تمام الوطن العربي. هي دراسة كانت تمام العربي. هذه المأذنة. هذا بحر هذا بحر. هذه معمول خمس عقب على صدرك في هذه الراعي عمرك بيت عشير راعي غنم بيت عشير هذا معمول انا تصرفت غصب يعني اجهزها نفس الطريقه في هذا التدوي انا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو، أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، الأساتذة الكرام الفائزين بجائزة الملك فيصل لهذا العام، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا العام الذي تشهد
فيه جائزة الملك فيصل العالمية دورتها 39، خير بداية لهذا اللقاء ولكل لقاء القرآن الكريم. الشيخ محمد بن فرج البخيت يتلو ما يتيسر له. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صدق الله العظيم. خادم الحرمين الشريفين، أيها الحفل الكريم، الكلمة الآن لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ابن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة الجائزة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سلمه الله، أصحاب السمو، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، العلماء الفائزون بجائزة الملك فيصل العالمي، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عالم بجشع الإنسان يضطرب، وكبار بالصغار تحترب، ونذير شر بالبرية يقترب، وقيم استبدلت بقيم ليس فيها من القيم شمم، وأسماء ليس فيها من علم، ومملكة تشع نوراً وحكمة، وتطرح نهجاً جديداً ورؤية، وتكرم العلم والعلماء قدوة. نبني على قواعد المجد صرحاً، ونعالج جسد العروبة جرحاً، ونرسم على تجهم المسلمين فرحاً. إذا ادلهم الليل أشعلنا العقول، وإذا احتار الغير ابتكرنا الحلول، فلا مكان بيننا لعابث أو جهول. قفوا معي وحيوا ملك خدمة الإسلام.
قفوا معي وحيوا ملك خدمة الإسلام وعلماء الفكر والسلام وجائزة فيصل الإمام والسلام. خادم الحرمين الشريفين، أيها الحفل الكريم، على مدى 39 عاماً فاز 253 عالماً من 44 جنسيةً بجائزة الملك فيصل العالمية. الدكتور عبد العزيز السبيد الأمين العام لجائزة الملك فيصل العالمية يقدم الفائزين بالجائزة هذا العام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أصحاب وصاحبات السمو الفائزون بالجائزة، العلماء الأجلاء، أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، الإخوة والأخوات، يسرني أن أقدم الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية في دورتها 39 في هذا العام 1438 للهجرة الموافق للعام 2017 للميلاد. جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام، شرفت الجائزة هذا العام بفوز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية. وقد رشحته للجائزة عدد من الجامعات والمؤسسات الإسلامية، وجاء هذا الفوز لمبررات عديدة، منها عنايته حفظه الله بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، اهتمامه حفظه الله بالسيرة النبوية، ودعمه لمشروع الأطلس التاريخي للسيرة النبوية وتنفيذه بدارة الملك عبد العزيز، إنشاؤه لمجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة لحفظ التراث العربي والإسلامي، سعيه الدائم لجمع كلمة العرب والمسلمين لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها الأمتان العربية والإسلامية، ومن ذلك إنشاؤه للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب واستضافة مقره في الرياض. مواقفه العربية والإسلامية عبر عقود من الزمن تجاه قضية فلسطين المتمثلة في الدعم السياسي والمعنوي والإغاثي. رئاسته وإشرافه حفظه الله المباشر على عدد من اللجان الشعبية والجمعيات الخيرية لإغاثة المنكوبين والمحتاجين في كثير من الدول الإسلامية. إنشاؤه لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ودعمه بسخاء ليقدم العون للشعوب العربية والإسلامية المحتاجة. ثلاث شخصيات تتناول بعض هذه الجهود في هذا الفيلم. أفضل كلمة توصف الملك سلمان هو من الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله، وقال هو مؤسسة خيرية تمشي على الأرض. فكنا نعيش حقيقة في البيت بشبه مؤسسة خيرية وإنسانية. الملك سلمان معروف بعروبته ومعروف باهتمامه للعالم الإسلامي، يهتم بالقراءة التي تخص التاريخ العربي التاريخ الإسلامي. الملك سلمان حرص جدا أن يكون أول مدافع عن الإسلام، حتى قبل توليه قيادة المملكة العربية السعودية كان يحاول أن يوحد الصفوف لخدمة الإسلام. لما ذهبنا إلى البوسنة معه كان هناك مقابلة مرتبة أن يقابل رئيس الجالية الإسلامية، فطلب هو أن يقابل الثلاث ديانات الرئيسية، وكان فعلا اجتماع مؤثر للشعب البوسني ورسالة. أجد تأثر الملك سلمان والوالد سلمان بالقضية الإنسانية تأثر شخصي ومن القلب.
في الواقع هو تاريخ حافل للملك سلمان، حيث حرص على قضايا مهمة جدا في العمل الإغاثي والإنساني. ترأس العديد من اللجان لمساعدة الدول العربية والإسلامية والقضايا، وكان دائما يعني نصير لهؤلاء، توجه إلى مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، توجه إلى العمل الذي يساهم في حماية الناس. دائما يتحدث ويقول أنه شرف المملكة العربية السعودية أن تكون موئل للحرمين الشريفين، هذا شرف لا يتجاوز شرف آخر. أمرها أن تنشئ الأطلس التاريخي للسيرنابولي، أحد أهم منجزات الملك سلمان عبد العزيز، لأنها أصبحت من المنجزات العلمية والمواكبة للتطلعات الجديدة. متواضع، إنسان قارئ ذكي، محب للناس، داعم للخير، داعم للإنسان. رجل متدين ولصيق بالله سبحانه وتعالى، فيه قدر كبير جدا من الرحمة، ورجل يحب الناس، لذلك أصبح الناس يحبونه. والآن يتشرف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل رئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية بتقديم جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام لهذا العام 1438 هجرية 2017 ميلادية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية. جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية موضوعها هذا العام الفكر السياسي عند المسلمين حتى القرن التاسع الهجري 15 الميلادي، وفاز بها هذا العام الأستاذ الدكتور رضوان السيد اللبناني الجنسية، الأستاذ في كلية الآداب الجامعة اللبنانية. وقد منح الجائزة لمبررات منها جمعه في أعماله ودراساته بين الاطلاع الواسع على التراث العربي الإسلامي الفقهي والسياسي، الإحاطة بمناهج البحث الحديثة، وامتياز بحوثه الأكاديمية بمنهجية علمية دقيقة، موائمته المتميزة بين الأصول الفكرية السياسية الإسلامية والواقع العربي الإسلامي، تعدد الدراسات العلمية التي قدمها في الفكر السياسي عند المسلمين لتشمل موضوعات الحكم والسلطة والدولة والمجتمع والأمة وعلاقتها بالواقع الإسلامي التاريخي. مزيد من المعلومات في هذا الفيلم الموجز. هناك هدف كبير، وهذا هدف طموح جداً، أن تعود إلينا نحن العرب المرجعية العلمية. أنا من قرية في جبل لبنان، وهي قرية مختلطة فيها مسلمون ومسيحيون، وما أزال شديد الحب لها، وبنيت فيها بيتا جديدا. إلا في الحالات النادرة جدا لا أخرج المنزل وإنما أتفرغ للكتابة. الأمر الثاني الذي أردت تحقيقه هو أن أؤسس لعلم للدراسات السياسية في الإسلام، علم يسميه المتدينون السياسة الشرعية، أسميه أنا التفكير السياسي في الإسلام. أنا أعتقد أن هناك ثلاث مراحل أساسية في تطور حياتي العلمية. مرحلة الذهاب إلى الأزهر في مصر عام 1965-66، وهناك بدأت ميولي العلمية ذات الطابع السياسي النظري من جهة، وذات الطابع الفلسفي من جهة أخرى. ومرحلة الذهاب للدراسة في ألمانيا 1972-73، ثم الذهاب للتدريس في الجامعات العالمية بالذات في الولايات المتحدة الأمريكية.
الأوروبية وبعض الأقطار الأوروبية غير ألمان. كنت أعود دائما في دراساتي أو في كتبي لهذه المسألة، مسألة التفكير السياسي في الإسلام. يسرني أن أدعو الأستاذ الدكتور رضوان السيد لاستلام جائزته من خادم الحرمين الشريفين ثم إلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. خادم الحرمين الشريفين، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يدري أحد منا نحن الدارسين لماذا يسيطر على تفكيرنا وعملنا هذا التوجه أو ذاك، وهذا المنهج أو ذاك. لقد قال لي بعض الزملاء والأساتذة عندما صدرت الدراسات الثلاث الأولى في التفكير السياسي في الإسلام إنني إنما أتابع الاتجاه السائد في الاهتمام بالشأن السياسي على وجه الخصوص، وأنا أعترف أن مسألة الدولة في اجتماعنا العربي الإسلامي شغلتني كثيراً منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي. لقد حدث الاهتمام إذن وتلاه العمل الواعي على مراحل، بيد أن المسألة التي حفرت عميقاً في وعيي كانت ما قاله لي أستاذاني في مصر وفي ألمانيا. المصري الدكتور محمد البهي ما كان يريد لي أن أتابع دراستي في الإسلاميات بألمانيا لدى المستشرقين، والألماني سألني بسخرية خفيفة: لماذا تأتي إلينا من الأزهر للحصول على شهادة التأهل في الإسلاميات، ولا نشعر نحن بالحاجة للذهاب إليكم من أجل دراسة كلاسيكيات الإسلام؟ بالطبع إن سؤال المرجعية العلمية والموضوعية هو سؤال كبير وكبير جدا، وفي العلوم الاجتماعية والإنسانية والإسلامية خصوصا، وتحتاج الإجابة عنه إلى أجيال. وليس الهدف في هذا المجال الدحضة أو الحلول محل الآخرين، بل التحدي هو في بلوغ الندية والمشاركة الفاعلة والمؤثرة، المشاركة في إنشاء وتطوير علم الإسلام، وهي مهمة جليلة تقوم بها مؤسسة الملك فيصل الخيرية التي صارت جوائزها شهادات تأهل واستحقاق. إنما أنجزته خلال 35 عاماً في مجال الدراسات الإسلامية تأليفاً وتحقيقاً للنصوص وترجمة يتصل في وجهه الرئيس بناحية واحدة من مناحي علم الإسلام والحضارة الإسلامية، وهو التفكير بالدولة في المجال التاريخي. فمنذ الثمانينيات من القرن الماضي قال لي الأستاذ الجابري رحمه الله والأستاذ حنفي إنه صار ضرورياً استناداً إلى دراساتي ودراسات زملاء آخرين إنشاء جماعة الفكر السياسي الإسلامي، بوصفه مجالاً وتخصصاً محدد المعالم وصالحاً لكتابة برامج للدراسات العليا في نطاقه. لقد تبين لي من تركيب شبكة المفاهيم التي قد تصبح أنظمة ونظماً إذا اشتغلت عناصرها معاً ولو لفترة أو حقبة أن الإسلام كان دائماً، الدين الإسلامي كان دائماً رأس المال الرمزي الذي يتداوله السياسيون والمتكلمون والفقهاء في مجال نظرية السلطة
وفي مجالات السياسة أو إدارة الشأن العام، ولا حرج في سياسات المعنى هذه حتى اليوم، فهي سياسات شرعنة وشرعية، وإنما يحصل الاختلال عندما تتغول سياسات الإدارة على سياسات المعنى أو سياسات المعنى على سياسات الإدارة الواحدة على الأخرى. وقد حدث ذلك مراراً في تاريخنا، وهو لسوء الحظ والأسف يحدث اليوم. إن لدينا اليوم سياسيين ومثقفين وقادة ومجتمعات ثلاثة تحديات: تحدي استنقاذ الدولة الوطنية، تحدي استنقاذ الدولة الوطنية العربية، وتحدي استعادة السكينة في الدين، وتحدي تصحيح العلاقة بالعالم. كنت في السنوات الأخيرة وعندما اشتدت على أمتنا الخطوب، وعندما صار الإسلام ذكر الإسلام أو ذكر العروبة سبة أو عارا محفوفا بالاستخفاف، أقرأ بيتي الشعر للشاعر العربي القديم، أقرأ بيتي الشعر للشاعر العربي القديم التي تقول: نحن كنا سكانها من نزار، وبنا سميت قريش قريشا. فالعرب باقون والإسلام باق، لكننا نواجه هذه التحديات الثلاثة. شكراً لهيئة جائزة الملك فيصل العالمية على هذا التقدير الكبير، وشكراً للنخبة السعودية التي أعتز بحبها ورعايتها، فأما الزبد فيذهب جفاءً، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدق الله العظيم. شكراً لكم. جائزة الملك فيصل العالمية للغة العربية والأدب، موضوعها هذا العام جهود الأفراد أو المؤسسات العلمية في تعريب العلوم والتقنيات نقلاً وبحثاً وتعليماً، وفاز بها هذا العام مجمع اللغة العربية الأردني، وقد منح المجمع الجائزة لمبررات منها. هذه المبررات: جهوده العلمية المتميزة في ترجمة العلوم والتقنية ونقل المصطلحات العلمية ووضعها في السياق العربي، إدخال التعريب في التعليم الجامعي في الوطن العربي سعياً إلى توطين العلم والتقنية، وإسناد هذا العمل إلى مترجمين جمعوا بين العلم في التخصص الدقيق والمعرفة العميقة باللغتين العربية والإنجليزية، فكان عملهم عملاً مؤسسياً تهيأت له أسباب النجاح. فيلم قصير حول المجمع. اللغة العربية هي وعاء هذه الحضارة، هي المعركة الأولى في التحديات أن أصل إلى الناس. هذا المجمع تأسس في 1976، أعمدة النجاح كانت في العلماء الذين تولوا المجمع منذ بداياته. ترجمنا كتب كثيرة من الثمانينات عن العلوم التطبيقية والعلوم، وترجمنا في الفيزياء وفي الكيمياء، وذهبت للتعليم. كل معلم يدخل على محاضرته على درسه عليه أن يتكلم باللغة العربية السليمة. اللغة السليمة الواضحة في الجامعات وفي المدارس أدت بنا إلى أن نفتح مشروعات واسعة. الآن هناك مشروع ضخم لدراسة واقع تدريس الناطقين بغيرها، لكن الذين جاءوا لتعلم العربية جاءوا لتعلم اللغة السليمة، لكن لا تضعها فقط في اللغة الأجنبية ولا تجعل الأجنبية أكبر من العربية. قلنا ليكتب واحد منكم أي بحث في الجامعات وينشره في أي مجلة عالمية وبأي لغة، شرطنا الوحيد أن يقدم للجهة التي هو فيها نسخة معربة. اكتشفنا أن وسيلة التواصل الوحيدة أن تكون لدينا إذاعة، لأننا لا أبحث عن الصورة، أنا أبحث عن الصوت. الصوت الذي سيقول الناس هي إذاعة بلغة عربية سليمة. نحن نوقف في موقع السيادة على شؤون اللغة العربية في الأردن.
وأنا أقبل أن أتهم بالتباطؤ على أن أدفع بعد ذلك ثمن التعجل الذي لم أعلمه. خطط توضع والصبر ينجزها. يسرني أن أدعو معالي الأستاذ الدكتور خالد الكركي رئيس مجمع اللغة العربية الأردني لاستلام جائزتي من خادم الحرمين الشريفين وإلقاء كلمة المجمع. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي العربي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وأعز به العروبة والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام على هذه المملكة العربية السعودية وعلى شعبها العزيز، وعلى أصحاب السمو الأمراء والعلماء الأجلاء والحضور الكريم. سلام من أهلكم في المملكة الأردنية الهاشمية، فيه خير الود الذي تطوعت له النفوس، وما زال بي إكرامكم وطيب شعبكم حتى حسبتكم أهلي، بل أنتم والله أهلي. خادم الحرمين الشريفين، نحن أدرى وقد سألنا بنجد أطويل طريقنا أم يطول، كلما رحبت بنا الروض قلنا حلب قصدنا وأنت السبيل. وحلب يا سيدي سيف الدولة هي الرياض، وهي دمشق، وهي عمان، وقد مسني فرح حين أقبلت نحو الرياض، حتى غلب علي بيت جواهري العراق، وسرت قصدك لا كالمشتهي بلدا، لكن كمن يتشهى وجه من عشق. فقد غمرنا عطر التاريخ وصوت القارئ في مصحف الحق الذي به تهتدون، وظل السحاب الذي يفيض على أرضكم بإذن الله خيرا وكرما وعطاء. خادم الحرمين الشريفين، حملت من الأردنيين ومن زملائي في المجمع شكراً غامراً على رعايتكم لغة القرآن الكريم، وحملوني أمانة المباركة لكم بفوزكم بالجائزة، والسلام للعربية التي حملت تاريخنا منذ أن طاف حلم العدل عبر آيات كتاب الله، حتى أعلنا ذات زمان الدين يسر والخلافة بيعة والأمر شورى والحقوق قضاء. وأستأذنكم أن أمد يد الشكر إلى فريق الجائزة، وأخص رئيس هيئة الجائزة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، والعاملين في هيئة الجائزة وأمانتها. واليوم يقف المجمع وقد نضجت صورته مثلما صارت الجائزة وساماً على جبين الأمة، وهي تستعيد وهج لغتها كمن بثقت هنا في الجزيرة منذ لحظتها الأولى. اقبلوا منا يا سيدي حنيناً إلى الجزيرة، وقد لامسنا شميم عراركم، وقلنا قفا وادعا نجداً، ومن حل بالحما وقل لنجد عندنا أن تودع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جائزة الملك فيصل العالمية للطب موضوعها هذا العام العلاجات البيولوجية في أمراض المناعة الذاتية، وقد فاز بها الأستاذ الدكتور تاداميتسو كيشيموتو الياباني الجنسية، أستاذ المناعة في مركز فرونتير لأبحاث المناعة بجامعة أوساكا في اليابان.
وقد منح الجائزة لمبررات منها: دوره الرائد في اكتشاف وتطوير علاج بيولوجي جديد وناجع لأمراض المناعة الذاتية، عمله المتواصل على مدى أكثر من 30 عاما الذي مكنه من اكتشاف انترلوكين 6 منظم الالتهابات والمناعة ومستقبلاته ومساراته، كما حدد الوظيفة الفسيولوجية لانترلوكين 6 ودوره في أمراض الالتهابات المناعية الذاتية، تطويره لأجسام مضادة لمستقبلات انترلوكين 6 واستخدامها كعلاج بيولوجي، وقد تمت أول استخداماته الإكلينيكية المرخصة في علاج مرض التهاب المفاصل الروماتويدي. فيلم قصير حول جهوده.私の座右の銘は生きた証を残すこと、人生70周年自分が存在したという証を残すこと、それが仕事を残し人を残せたということが非常に良かったと思っています。私の名前は岸本忠光と言います。私は大阪の富田林という所、大阪の南の端の郊外で生まれ育ちました。 大阪大学医学部を卒業し、アメリカに留学してきた時以外はずっと大阪大学医学部で医学の研究をしています。研究の結果が現在世界100カ国以上で我々の開発研究から発生した薬が使われて関節リウマチをはじめとする病気の 治療に100万人以上の人を救っているということ、それが一番満足する結果です。私の趣味は小説を読んだり、絵や音楽を聞いたり、それから時間のある時は散歩をすることです。歩くことは 集中になりますから、いろいろその時に研究のことだとか、いろいろどっかで講演することだとか、そういうことを考えますね。科学も芸術も我々の分野は人と人とのコミュニケーション、ということがとても重要です。そういう人と人とのつながりが障害されるような事態が世界中で 起こってこないことを期待したいと思います。 I would like to invite Professor Tadamitsu Kishimoto to receive the award and deliver his speech. سيدة يشرفني أن أمنح هذه الجائزة المرموقة، جائزة الملك فيصل في الملك فيصل العالمي في الطب. هنالك صحيفة يابانية أوردت أن هذه الجائزة تدعى بجائزة العرب، جائزة نوبل في العالم العربي، وأنا ممتن بأن في هذا الجسم الذي اكتشفته وهذه الجائزة المتميزة والمرموقة، واكتشفنا هذه الأجزاء الصغيرة التي تسمى بالجزء 6، وهو عامل مهم، وهو الذي يكون الأجسام المضادة في الذي كان في السبعينات. ولكن حينما عزلنا هذا الجزيء في 86 لاحظنا أن هذا الجزيء له وظائف بيولوجية متعددة،
وله نشاط قوي جدا لبعض الالتهابات المزمنة. وبعد ذلك اكتشفنا كذلك هذا الجزيء 6 ومثل كذلك المناعة الذاتية وبعض الجزيئات الأخرى في الجسم وكذلك الخلايا في الجسم ونحوها. وبعد عزله تماما فإن هذا الأجهزة المستقبلة من الأغشية إلى كذلك الجينات. وبعد ذلك حاولنا إلى لإنتاج الفيروس بالنسبة للأعراض مثل كذلك المناعة الذاتية من خلال إعداد هذه الأجسام المضادة لهذا الجهاز المستقبل. وهذه الأجسام المضادة تسمى وتظهر كذلك الجوانب العلاجية الكبيرة بالنسبة للأمراض الالتهابات التي تشمل الروماتيزم. في الوقت الحاضر هذه الأجسام المضادة تستخدم في أكثر من 100 من البلدان والدول واستطاعت أن تعالج بعض المرضى. وهذه الأجسام المضادة وتستطيع أن تدمر كذلك بعض الفيروسات في الجسم. خلال 10 سنوات لن تكون هنالك حاجة إلى الأمراض المتعلقة بالالتهابات. وأنا ممتن بأن دراساتنا الأساسية كانت مفيدة في مجال الطب واستطاعت أن تنقذ حياة الكثيرين من المرضى في العالم. مرة أخرى أود أن أعبر عن تقديري للمملكة العربية السعودية وكذلك هيئة جائزة الملك فيصل العالمية. وشكرا جزيلا لكم. جائزة الملك فيصل العالمية للعلوم وموضوعها هذا العام الفيزياء، وقد فاز بها بالاشتراك الأستاذ الدكتور دانيال لوس السويسري الجنسية، أستاذ الفيزياء النظرية في جامعة بازل في سويسرا. وقد منح البروفيسور دانيال لوس الجائزة لكونه من أهم رواد النظرية الخاصة بديناميكية دوران الإلكترونات وتماسك الدوران في النقط الكوانتية وتطبيقاتها الممكنة في الحواسيب الكمية، وذلك من أجل الاستفادة من خاصية دوران الإلكترونات المحجوزة في النقاط الكوانتية لتكون بمثابة أرقام ثنائية كوانتية. وقد مهدت أعماله للعديد من التجارب المهمة، كما أسهم البروفيسور لوس في نظرية الحاسوب الكوانتي باستخدام دوران الإلكترونات في النقاط الكوانتية كأرقام ثنائية كوانتية، مما فتح المجال نحو تطوير حواسيب قوية من حيث سرعتها وقدرتها على تخزين المعلومات. المزيد عن الفائز في هذا الفيلم. So my name is Daniel Loss. I'm working here at the University of Basel. I'm a professor of theoretical physics, and my field of expertise is in quantum condensed matter theory, so focus on quantum computing. I was born in a town called Winterthur, close to Zurich, and I grew up there. I lived there until about 30, the mid-90s, 96 or so. I moved to Basel to the present position I'm holding now here as a chair. The town is an old town. It's very picturesque, and it's a kind of a cultural center, Basel, in the area. And the cultural offerings is nice and interesting.
As a question, if I'm happy with what I have achieved in life so far, I have to say so far, because I still consider my life to be going on. And yeah, I've been happy. You know, the achievement as a peak is not so relevant for me. I think it's my daily work, which I enjoy, and having, you know, discussions with my young collaborators, doing research, having new ideas, new projects, and every day something new. This is actually the thing which keeps you going and which I find nice. It's not so much, you know, having a kind of this big eureka discovery moments. Of course, we have them, and this is nice. This is why we do research, but there are many of those moments, and we hope that we have many more of those moments. I would like to invite Professor Daniel Loos to receive the award and deliver his speech. Distinguished guest. الحضور الكريم، إنه لشرف عظيم لي أن أنال جائزة الملك فيصل العالمية للعلوم في عام 2017 في مجال العلوم، وأشعر بالامتنان العظيم للحصول على هذه الجائزة المرموقة في بالاشتراك مع زميلي. أولا أود أن أشكر المتعاونين معي خلال السنوات الماضية، وكانت لهم إسهامات كثيرة كبيرة في العلم. وأود كذلك أن أعبر عن شكر خالص الشكر لزملائي وأصدقائي في مؤسسات بلادي لدعمهم المستمر وتعاونهم المثمر. وأخيرا وليس آخرا، أود أن أشكر عائلتي التي منحتني كل الدعم والحرية التي احتجت إليها في أبحاثي. إن الموضوع الذي جذبني في مسيرتي العلمية هو فيزياء دوران الإلكترونيات في نظم المادة الصلبة، وخاصة أن النظام الكوانتي الذي يكون فيه دور مهم لتماسك هذه الحالات. وبدأت في العمل في هذا المجال في بداية التسعينات في أريانا بالولايات المتحدة، حيث عملت تحت إشراف البروفيسور توني الحاصل على جائزة نوبل، والذي كان له أثر عظيم في مسيرة العلمية. منذ ذلك الوقت أصبح موضوع دوران الإلكترونيات موجودا على الدوام في بحوثي، وخاصة في الحقل الجديد والواعد أنذاك، وهو المتعلق بخواص دوران الإلكترونيات، ليس فقط من حيث الشحنة وإنما كذلك من حيث حرية الدوران، مما قادنا إلى التعرف على الكثير من التأثيرات التي لم تكن معروفة في الدوران في الإلكترونيات. وفي نفس الوقت في منتصف التسعينات بدأ مفهوم الحاسبات الكوانتية في الظهور، وأصبح التساؤل كيفية تحقيق ذلك الجهاز الفريد أمرا مثيرا للخيال لدى العديد من الباحثين بمن فيهم شخصي. هل سيكون ذلك أمرا ممكنا؟ وهل دوران الإلكترونيات هو السبيل لتحقيق ذلك؟ أحد المؤشرات المبكرة التي ظهرت من ذلك أن دوران الإلكترونيات يدوم فترة طويلة في أشباه الموصلات، وقد قادني ذلك بالاشتراك مع البروفيسور ديفيد إلى اقتراح مفهوم للأرقام الثنائية الكوانتية المحبوسة في النقاط الكوانتية في النظم الكهربائية الصرفة. وتم تقبل هذه الفكرة بصورة سريعة، وكان هذا أمرا ثريا وصعبا، وأدى إلى مجالات جديدة كذلك في بناء الحاسوب الكوانتم. بالوصول إلى هذه الأهداف سيكون تتويجا للعلوم، وهو أمر مهم من الناحية الأساسية،
ولكنه بنفس القدر كذلك سيحدث ثورة كذلك في مجال المعلومات. وأنا أشعر بالسعادة في أن أصل إلى هذا الانتهاج والعمل مع كثير من زملائي المتميزين الذين لهم شغف بالفيزياء. وأود أن أختم بأن أعبر عن امتناني وشكري العظيم للمملكة العربية السعودية لاستضافتها وكرمها، وجعل هذا الأسبوع متميزا وسأتذكره في حياتي، وشكرا جزيلا. جائزة الملك فيصل العالمية للعلوم، وقد فاز بها بالاشتراك الأستاذ الدكتور لورنس مولينكامب الهولندي الجنسية، أستاذ الفيزياء التجريبية في معهد الفيزياء جامعة يوزبرغ في ألمانيا. وقد منح الجائزة لإسهامه الفاعل في المجال التجريبي لعلم دوران الإلكترونات، وقد تضمنت أعماله اكتشاف طرائق مبتكرة لحقن الشحنات المستقطبة بواسطة الدوران في أشباه الموصلات، مع إمكانية استخدام وسائل تخزين ممغنطة ومعالجة حالات الدوران. وقد نجح البروفيسور مولينكامب تجريبيا في تأكيد نظرية تأثير دوران هال الكوانتي، مما يعزز مجال العوازل الكوانتية ويمثل شكلا جديدا من أشكال المادة الكوانتية. معلومات إضافية في هذا الفيلم. I was born in the Netherlands in a very small hamlet called Garrelsweer. My childhood, mainly was in the city of Groningen itself. A pretty normal childhood for those surroundings. Well, I like hiking, taking photographs, I like reading. Those are the things that I enjoy. So basically when we go on vacation, we usually try to go to mountain areas. Well, I came to Würzburg. I knew that actually they had a lot of the infrastructure that I needed. So I figured that this would be a very good place for me to get started. The happiest events of our life, when the kids were born, I guess. Well, family is very important. It's a central point, of course, in your life. It's something you come back to. It's something where you feel at home. I think I'm probably pretty focused. Sharp in understanding new topics. Probably I should say something negative. I can be stubborn. Looking back on my life, yes, I'm very happy I took this job, I guess, I took this field. Of course, this did mean sacrifices for the family, in the sense that if you do research at this level, you're very focused. You travel a lot, you talk with your colleagues, and even at home you think about the problems that you encounter in your research. But for me this has been fantastic. I would like to invite Professor Lorenz Mollenkamp to receive the award and deliver his speech. Ladies and gentlemen, سيدات والسادة، إنه لشرف عظيم لي
في أن أكون نلت هذه الجائزة بالاشتراك مع زميلي البروفيسور. وحينما علمت بأنني فزت بهذه الجائزة أن هنالك عمل فيما يتعلق بالإلكترونيات وأشباه الموصلات وأن هنالك مسار طويل في 20 سنة الماضية. وهذا الحقل بدأ بفكرتي أن الإلكترونيات في الأجهزة أشباه الموصلات تحمل الشحنات وفيها كذلك جزيئات أخرى تتحرك. وفي منتصف التسعينات بدأ البحث عما يمكن عمله في هذا التحريك والدوران لهذه الجزيئات داخل. وأحد الأشياء الأساسية في هذا المجال هو أن تكون قادرا أن تكون هنالك تيارات داخل هذه المواد شبه الموصلة. وفي أواخر التسعينات أتيت أو عملت في أحد المختبرات المتعلقة التي تعمل في مجال أشباه الموصلات في شحن هذه التيارات في أشباه الموصلات، والتي كانت حققت نجاحا كبيرا. وعملت مع البروفيسور دانيال لوس والذي عمل معي لتحقيق هذه الحاضنات بالنسبة لهذه الأجسام المتحركة داخل أشباه الموصلات. وهنالك تطور آخر في هذا الحقل فيما يتعلق بهذه المواد وأثرها. وهذه المواد كان لها استخدام مهم جدا، لأنك تستطيع أن تزرع هذه المواد وآثارها تعتبر قوية جدا بصورة استثنائية. في تجربتنا لهذه المادة اكتشفنا ظاهرة جديدة بالكامل، وبسبب فيما يتعلق بالحالة الإلكترونية وتبلورها، هي فلزية في سطحها ولكن داخل هذه المادة يعتبر معزولا. وهذه المادة تسمى بالعازل التوبولوجي، وكان اكتشافنا والذي لم يكن متوقعا فتح حقلا جديدا في مجال البحوث، وهو المواد الكوانتم التوبولوجية. وبعد ذلك أتى هذا المجال. ولا ننسى كذلك الذين تعاونوا معي في المختبر وفي مختلف أنحاء العالم، وأخيرا وليس آخرا عائلتي التي ساعدتني على إعطاء الاهتمام والوقت للتركيز في مجال بحثي. وشكرا. خادم الحرمين الشريفين، نشكر مقامكم الكريم على تفضلكم برعاية حفل جائزة الملك فيصل العالمية. وتتقدم أمانة الجائزة بخالص التهاني للفائزين، وتشكر لكم أصحاب وصاحبات السمو وأصحاب المعالي والفضيلة والسعادة والأخوات والإخوة استجابتكم وحضوركم. وشكراً للطلاب الواعدين علماء المستقبل إن شاء الله. وتود أمانة الجائزة أن تقدم خالص تقديرها لكل من تعاون معها في الترشيح والتحكيم والاختيار. وفق الله الجميع لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gracias.